حابب اطمن كل المشاهدين اللي كانوا متابعين معنا الفقره الاولى مشروع الترطاط مع مها الرشيد انه زي ما شكيله كويس طعمها الحمد لله. هلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، نمضي ونتواصل معكم عبر الساعه الثانيه على الهواء مباشره في صباح الشروق ومجموعه من الفقرات. واحمد ناجي شط حركته زبراف الكنترول بلومه فيه، يعني نتواصل معكم معيتنا عدد من الفقرات المتميزه في صباح الشروق في الساعه الثانيه على الهواء. نعم، في هذه الايام الناس بيلاحظوا انه في غلاء كبير جدا في الاسعار، وفي جشع من بعض التجار، والمواد الاستهلاكيه والمواد الغذائيه يعني جزء كبير منها اصبح ما في متناول اليد بزيادات يصفها بعض الاقتصاديين انها غير منطقيه وغير مبرره. كان في حديث عن انه شنو المفروض يكون الحل او البديل لهذه الاشكالات. وزاره التجاره والصناعه اجتهدت في كثير جدا من المحاور او من طرق انها تبتكر عشان تحل هذا الموضوع، من ضمنها التعاونيات اللي كانت في يوم من الايام بتمثل واحد من اكبر المطمئنات للاسر السودانيه في اتجاه لعوده هذه التعاونيات بشكل يناسب تطورات العصر من حولنا، ويلبي ايضا رغبات المواطنين بطرق تكون مناسبه جدا في طرح هذه التعاونيات. الوزاره استعانت بعدد من الخبراء، اهمهم الخبير الاقتصادي مجاهد علي الحسن، رجل يعني لديه باع طويل في هذا الامر، موضوع التعاونيات يمكن في ايضا في دوله الامارات عنده تجربه كبيره جدا ومهمه، يجتهد هو ايضا مع وزاره الصناعه انه هذا المفهوم يتنزل على ارض الواقع ويتم تطبيقه بشكل مناسب. نسعد انه هو يكون ضيفنا في صباح الشروق في هذه المساحه. مرحبا بك، صباح الخير سيد مجاهد. صباح النور، السلام عليكم ورحمه الله. في البدء الواحد بيجي التحيه للشعب السوداني ولثوره ديسمبر المجيده، ويترحم على ارواح الشهداء ويتمنى عوده المفقودين لاهلهم، وانه البلد تترتب بالترتيب المضبوط اللي بيلغ لها كبلد يعني. نعم. وانها ترجع الى المنظومه الدوليه وللاسر الدوليه الرائده زي ما كانت في البدايه بتاعتها. نعم، صادق عهد. بتفاعل كل الكفاءات السودانيه الموجوده في الداخل والخارج ان شاء الله، ومن خلال نهلنا من معينهم نستطيع ان نصل الى ما هو مامول في المستقبل القريب، وان يكون السودان كما نريد باذن الله. الجمعيات التعاونيه ما بين وجودها في السابق وتنشيط الان، احمد ذكر متغيرات كبيره جدا وتطور كبير جدا في مناحي الحياه في اشكال مختلفه جدا، فكيف انت بتشوف الصوره من زاويتك؟ طيب، في البدء طبعا الموضوع بتاع الجمعيات التعاونيه ده موضوع كبير جدا، في ناس سبقونا فيه، ولكن بطبيعه الانسان انه هو خلق متعاون، يعني يستطيع ان يكون متواكب، البحث عن انه يكون في مجموعات، انه يكون لحمايه نفسه من مذبات الخليقه دي كانت بشكل ما هي تعاونيات. نعم. التجمعات بتاعته عشان يحقق الاكتفاء الذاتي او البحث عن الغذاء دي كانت تجمعات، لكن المفهوم بتاع العلمي ظهر بعد ظهور ناس المنظرين للكلام ده، ناس روبرت اوين وشارل بوني في فرنسا وروبرت اوين في بريطانيا، وكونوا مجمعات تعاونيه. الغرض الاساسي منها انه كانت الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه طبعا احدثت تغيير كبير جدا. لما انت تتقدم صناعيا دائما بيكون في فرازات اجتماعيه، يعني زمان كان بيعتمدوا الناس على الايدي العامله في العمليه بتاعت التصنيع وعمليه بتاعت الانتاج. لما جاءت الاله دي ساهمت مساهمه كبيره جدا في زياده الانتاج، لكن عملت افراز اجتماعي بانها هي طلعت شرائح من المجتمع خارج المنظومه بتاعت الانتاج. فكانت دي الاشكاليه، فكيف نرجعوا الناس دي لمنظومه الانتاج؟ نعم. وهم اساسا الناس ما عندهم مدخرات ولا عندهم اموال. فكانت الفكره انه هم ينظموهم في تجمعات تعاونيه انتاجيه تشتغل في ظل وجود الاله الراسماليه الصناعيه الجديده. لانه دي تبقى اشكاليه، يعني اذا انت تركت المجتمع يتعرض للفقر ويتعرض لسوء المعيشه، فبيكون في افرازات اجتماعيه اخرى مثل الجرائم وغيره، فلازم انت تساهم بانه انت تنهي الحكايه دي. الموضوع ده من هناك ابتدى ومن هناك مشى، وبعد ذاك بقى الفكر التعاوني ده فكر عالمي. احنا كان نصيبنا منه في اول تشريع لنا سنه 1948. نعم. كان في استاذ اسمه كامل، هو من الادارات البريطانيه في الوقت ذاك، هو وضع المشروع بتاع التعاون بتاع السودان سنه 48، لكن مع الاسف الشديد يعني منذ 56 ما لغى اي تعديل في قانون التعاون الا
سنة 73 على يد نميري. ومع الأسف شيء جدا برضو أنه نميري اعتمد على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اللي هي المجمعات اللي إحنا كنا بنشوفها الدكاكين اللي بتبيع السلع الاستهلاكية. فكونك أنك تختزل الجمعيات التعاونية كأنها هي مجموعة بتاعت محلات تجارية بتبيع سلع استهلاكية بأسعار مخفضة للناس، فده أنت بتكون قضيت على التعاون بالكامل. يعني المفهوم بتاع التعاون مفهوم كامل شامل، الأساس منه هو رفع مستوى المعيشة بتاعت الناس. رفع مستوى المعيشة بتاعت الناس ما بتداول السلع الاستهلاكية ولا بتلقي الخدمة بأسعار مخفضة، إنما أنه هو يكون جزء من الإنتاج، أنه هو يكون منتج، أنه يكون مدخر، أنه هو يكون مستثمر لقدام، أنه هو يكون راس مال يرفع من مستوى معيشته ويرفع من مستوى معيشة المجتمع. أعتقد كلامك ده مفروض يسوق مباشرة للجمعيات التعاونية الإنتاجية، إنه يكون في 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 إنتاج. نحن في السودان عندنا موارد كثيرة، لكن ما أعرف يعني السودان مشكلته شنو، ما قادرين يعني لسه هذه الموارد إنه نستفيد منها بالشكل المطلوب يعني أو بالشكل المناسب. فرؤيتك شنو في فكرة الجمعيات التعاونية الإنتاجية في السودان، سهلة ولا محتاجة زمن شوية؟ والله هي قلت لك بعد ثورة ديسمبر المجيدة، الناس يعني كلنا إحنا كسودانيين بمختلف مشاربنا، أي واحد عنده رؤية عنده فكرة أنه ممكن تقدم البلد هو يشتغل عليه. الخيارات مفتوحة. الخيارات كانت مفتوحة. فأنا بالنسبة لخبرتي اللي أنا اكتسبتها من خلال العمل مع جمعية رأس الخيمة التعاونية كمدير عام، شفت التشريعات التعاونية، قلت يا أخي أنا أكتب رؤية عن استخدام الجمعيات التعاونية كاقتصاديات لرفع الاقتصاد السوداني. لأنه طبعا الجمعيات التعاونية أنت بتعرف أن الجمعيات التعاونية كقانون وكتشريع هي بين بين، يعني هي بتاخذ من الـ من الـ من الاشراف الحكومي وبتاخذ الروح من القطاع الخاص. وهي بتهتم اكثر بالمجتمع والمجتمع الفقير. يعني احنا بنعاني اخر دراساتنا 46% من المجتمع السوداني تحت خط الخط الفقر. فكيف احنا ننتشله؟ ننتشله مش نقدم له سلعه عشان هو يتلقاها باسعار مخفضه، لا، احنا نحوله من انه هو مستهلك لانه هو منتج. فكانت الفكرة أن الرؤية قائمة على 3 محاور أساسية في 6 نقاط. من ضمنها أنه نحن نبدأ بالتشريعات، لأنه التشريعات معروفة أنه خلال 30 عاما الفاتت تعرض الموارد السودانية وتعرض القانون السوداني لتجريف ولإهمال، لكم هائل من الاستثناءات. ليه ده كله؟ عشان يأسسوا لنظام التمكين، أنه أنت معانا حتشتغل، أنت ما معانا ما حتشتغل، أنت معانا حتعيش، أنت ما معانا ما حتعيش. وكانوا مع الأسف الشديد جدا بيستخدموا الموارد دي عشان يعيشوا بها مجتمعاتهم الخاصة وبيع نفوذهم. واضف إلى ذلك أنهم جوا يشتغلوا عليها على أساس أنه يحققوا بها مكاسب ذاتية، فما كان عندهم فكرة عن الوطن يعني. لكن الموارد بتاعتنا الليلة وبكرة وبعد بكرة قابلة لأنها هي ترفع الاقتصاد السوداني، وما محتاجين أنه نحن ننظر لهل أمريكا حتشيلنا من قائمة الإرهاب، أن إحنا حنتلقى دعم من دول فكرة الإنتاج دي فكرة داخلية المحور الجنوبي، لا، إحنا من داخل مواردنا دي إحنا ممكن نوجه الشغل كله على أساس أنه إحنا نهضة ذاتية. شعوب كثيرة جدا اشتغلت على الكلام، أقرب حاجة رواندا، ما انتظرت لحد ما يجوا الناس يدعموا القصة بتاعت الاقتصاد. ماليزيا ما انتظرت لحد ما يجوا الناس يدعموا لها الاقتصاد بتاعها، اتحركت في محاور في يدها. السودان يعني الحمد لله ما عنده شيء ناقص، يعني موارد المعدنيه عندنا، الموارد الناضجه وغير المتجدده موجوده. اي نعم بالضبط كده. فالجمعيات التعاونيه هي منظومه انت بتجمع فيها رؤوس اموال من زي ما يقول لك البحار بتتكون من القطرات. قطرات من افراد المجتمع على اساس انهم هم يكمموا من منظومتهم الكبيره الاقتصاديه الممثله في الجمعيات التعاونيه. بعدكم يديروا بها نشاط يعود عليهم في البدء بمكاسب ماليه ويرفع من مستوى المعيشه في المنطقه كلها. المفهوم بتاع الجمعيات التعاونيه مفهوم كبير، يعني لحد ما بيصل لانه يكون عنده مفهوم الشراكه المجتمعيه. نعم. طيب هل ستعود بالشكل القديم؟ يبدو لا، هناك فكر للتطوير اكثر. الان هل الارض خصبه لوجود الجمعيات التعاونيه بهذا الشكل المتطور، بهذا المفهوم اللي يواكب المتغيرات اللي حدثت في الخارج من خلال الخبرات المتراكمه اللي وجدت انت وكل فريق العمل؟ بالتاكيد الارض خصبه، البيئه متاحه، هناك بعض المعوقات والصعوبات موجوده في طريقنا. اكيد طبعا حتكون في بعض الصعوبات وفي بعض المعوقات، من ضمنها التشريعات.
ذكرت انكم اول نقطه بالعمل عليها. اي لكن يعني نحمد الله كثيرا لانه الوزارات مفتوحه ابوابها لاي فكره لاي نقاش. انا قعدتها مع الاستاذ مدني عباس مدني وزير التجاره والصناعه وتناقشنا في الرؤيه ويعني لقت من عنده حسست بتجاوب يعني. ايوه تجاوب كبير جدا وشجع لانه هي تستمر واستعنا بعدد من الناس انه هم يدخلوا افكار في داخل الرؤيه دي. فالقصه دي ان شاء الله حتمشي لقدام، لكن لازم ان احنا كمجتمع نفرق، نعمل تفرقه كبيره جدا ما بين الجمعيات التعاونيه. الناس بيتكلم عن الجمعيات التعاونيه كمنظومه اقتصاديه وعن مراكز البيع بالتخفيض الصغيره دي. مراكز البيع بالتخفيض الصغيره دي اسعافيه، يعني زي زول جاء لا قدر الله من حادث بحركه ترجع الجسم لطبيعته وبعد ذلك تبدا التشخيص فبتديه حاجات اسعافيه. دي ممكن احنا نستخدم فيها المراكز بتاعت البيع بتاعت السلع الاستهلاكيه خطه اسعافيه فقط. هاي لكن الجمعيات التعاونيه تبدا بالانتاج، تبدا بالانتاج. الفكره اللي احنا قدمناها انه يكون عندنا نماذج في 4 ولايات انتاجيه بالاضافه للخرطوم. نعم اللي هي تعمل جمعيه تعاونيه كبيره تطرح للاكتتاب والناس تدفع فيها الاسهم بتاعتها. في الآونة الأخيرة اتفقدت الصيغة بين الناس، يعني أصحاب الأفكار وأصحاب المبادرات بيكون في إشكالية في الصيغة. نعم. لأنه يعني شايفين أن إحنا الوضع عملية التبادل في السوق بيتم بأي شكل، فالصيغة دي حتعززها منه، الصيغة دي حتعززها الدولة. بما أنها حتعززها الدولة لازم تتبنى الفكرة هي الدولة نفسها. فكانت الفكرة بتاعتنا أنه إحنا نقدم 4 نماذج في الولايات الطرفية تكون إنتاجية صناعية تسويقية زراعية رعوية. ما ضروري يبدو الجمعيات التعاونية دي بكل الأنشطة دي مع بعض، لكن يبدو أقلها بالإنتاج الزراعي. نعم. الإنتاج التعدين وبعد كده ينطلقوا لقدام قطاعات تانية. أي أنا بقول لك مثلا في مجال الزراعة بس الصمغ العربي الطن بتاع الصمغ العربي بيطلع ب 3500 دولار من هنا، لما يتحول لبودرة بيصل ل 25000 دولار. فشوف السودان فاقد فرق كم كبير يعني. فرق كبير جدا ناهيك عن انه الاستخدامات السابقه كانت شنو يعني. نعم. طلع صادر ورجع اوراق. نعم. يعني انت بتطلع صادر وما بترجع اموال عايد صادر. عايد عايد صادر يعني بتطلعها وبتصل برا وبتبيعها وبعدين بتجيبها دوكيمنت انت جبت شنو. والله انا جبت مواد. مع الاسف الشديد بنك السودان كان بيخدم الحته دي بانه يقول لك عايد الصادر مع الوارد دوكيمنت 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 دوكيمنت. دي ما في العالم زول بيستخدم دوكيمنت دوكيمنت. دي دوكيمنت تو ديليفري. نعم. انت وردت حاجه وريني اللي انا اشوفها يعني. فكان دوكيمنت دوكيمنت دي بتخلي انه المبالغ تكون هناك، وده اللي خلق لنا اشكاليات في ندره في النقد الاجنبي وعمل لنا مشاكل في الاقتصاد يعني. والسوق الاسود للعملات الاجنبيه اصبح نهم. يعني انت ذكرت في مقدمه حديثك انه الجمعيات التعاونيه دي لما احنا عندنا فيها تجربه في السودان، لكن واضح من كلامك انه كان في مهددات هي اللي ادت لانه الفكره دي تموت يعني. والان حسب سؤال حسام ايضا في تحديات الان موجوده، فرؤيتكم شنو للمهددات السابقه اللي هزمت الافكار السابقه والتحديات اللي ممكن تواجه الفكره الحاليه؟ طيب بالنسبه للمهددات السابقه نحن يعني الحمد لله المهددات السابقه اللي هي كانت معول الدوله للتكسير ما للبناء. ده تمثلت في التشريع فده نحن تخطيناه. اول نقطه نحن المفروض نمشي بها هي تعديل التشريعات والقانون واعاده هيكله اداره التعاونيات. لانه انت عشان تبني لازم تعمل الارض نفسها تعمل لها ليفلنج عشان بعد ذلك تبدا تبني. هل في مفاهيم محدده مفقوده في القوانين والتشريعات مفروض تتنزل فيها او تحذف منها؟ في مثلا عندك المجلس القومي للتعاونيات اصلا هي الهيكله الاداريه له، مفروض تكون الوزاره هي في القمه. نعم. كرقيب، لانه اصلا من مبادئ التعاون انا جمعيه تعاونيه تكون ذات استغلاليه بالكامل، استغلاليه ماليه واستغلاليه انتخابيه لمجلس اداراته واداراته. نعم. لكن كمراقبه الدوله بتكون رقيبه على الجمعيات التعاونيه. بعد كده بتجي الاتحادات، الاتحاد بتاع الجمعيات التعاونيه، الاتحاد العام للجمعيات التعاونيه. انا دي جات خلقت حاجه اسمها المجلس القومي للتعاون. المجلس القومي للتعاون ده عمل زي حائط فصل، زي ما انتم عندكم الاستوديو ده هنا بيعمل فصل للصوت من برا، عملت فصل حتت المجلس القومي للتعاون ده في النص. المجلس القومي للتعاون ده لو جيت قريت انت المهام بتاعته بتلقاها هي نفس مهام الاتحادات. فيبقى
ده ما كان في له داعي، لكن هم كان الغرض منه أنه يعزلوا بين الدولة وبين الاتحادات. المقترحات والمطالب ما تصل الدولة، والتنزيلات بتاعت التشريعات والحزم التشجيعية ما تنزل تحت، لأنه أساسا ما كان مقصود بها المجتمع، كان مقصود بها فئة معينة، والفئة المعينة دي أفراد. كان بيخدم المجلس القومي للتعاون دي بالنسبة للقانون والتشريع. القانون في عمومه كده هو مأخوذ من قانون سنة 73 بتاع نميري كويس، لكن مفروض نضيف فيه ونركز أنه الحزمة الأساسية لإنعاش الجمعيات التعاونية هي الجمعيات التعاونية الإنتاجية، الإنتاجية ما الاستهلاكية، أيوة الإنتاجية الصناعية. لأنه كونه أنا أنتج ما فيها مشكلة، الموارد بتحلي أني أنا أنتج، لكن كونه أنا أصدر خام ده بيعمل لي حذف تماما للقيمة المضافة. هي بتدخل الصناعات التحويلية اللي بنتكلم عنها، اللي هي لو دخلت في كثير من السلع ممكن توفر أموال أكبر يعني. بالضبط، وكمان بتمنع منك انك انت تستفيد من مواردك في تغطيه السوق المحلي الاستهلاكي، بدل ما تصدر الخام وتجي تستورد جزء من الخام بمبالغ اضخم، بمبالغ يعني. اضخم يعني انت بتصدر خامك وبتستورده مصنع بمبالغ اضخم يعني. فيبقى انت ليش ما يكون هنا عندك جوا في السودان مصانع بتنتج على الاقل الصناعات التحويليه البسيطه، نبدا بالصناعات التحويليه البسيطه، ناس الزيوت ومعارف الماشيه مثلا يعني، اللحوم تعليبه كده يعني، الجلود. بعد كده تبقى لك إشكالية لبكرة أنه أنت الجمعية التعاونية دي أوكي بدأت تنتج وبدأت تصنع يتغطى السوق المحلي، لازم يكون عندك فكرة أبعد من كده أنه أنت لازم تسوق. وإحنا عارفين في العالم بدغام معارض دولية ضخمة جدا، الناس بتيجي تقعد في ستاند فقط وبتكون شايل مودلز من الحاجات بتاعتك اللي أنت بتنتجها وبتسوق بمليارات الدولارات. فلازم يكون الحزمة ماشية مع بعض يعني، إنتاج تصنيع تسويق، بعد ذلك تسويق، ولا يبقى حيبقى إنتاجك ده إذا زاد عن حاجتك زي ما حصل قبل كده حتى القصور. وكل هذا بمهنية وعلمية يعني، بمهنية وبعلمية ما يتم شغل جايد. أيوه، عشان كده بنقول إن إحنا مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تكون مفصولة تماما من إدارة الجمعيات التعاونية. الدولة تشرف فقط أو تراقب فقط. إشراف فقط، الدولة إشراف فقط وتدعى للكفاءة العمل، وتدعى للكفاءة العمل وتراقب تطبيق المبادئ التعاونية. المبادئ التعاونية سبعة، من ضمنها الاستغلالية، الشراكة المجتمعية، من ضمنها الانتخابات، ممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات التعاونية، فهي تراقب. وديل أهل المصلحة يعني، وديل أهل المصلحة وديل أهل الحق. جميل. طيب يعني طالما نتحدث عن كفاءات، نتحدث عن مهنية، نتحدث عن العمل باحترافية، نشير إلى الدراسات في هذا الجانب، إلى البحوث، كيفية الاستفادة من إجراء البحوث أيضا والدراسات العلمية، ماذا أيضا عن ورش العمل وما إلى ذلك؟ والله يا أخي أنا وصلت يوم 23/10 لحد الليل أنا عملتها حوالي 9 ورش مع فئات مختلفة، مع لجان المقاومة، مع ناس متخصصين. أمس كان عندنا ورشة مع رواد الأعمال، مجموعة بتاعت شباب عندهم كويسين جدا وماشيين وعندهم إنتاج حقيقي يعني، والأجمل إنه عندهم أفكار وذهنهم مفتوح يعني، وذهنهم مفتوح، وبعدين ناس خريجين وبيعملوا في مجالهم هم اللي اشتغلوا فيه. بالنسبة للتطوير أكثر يعني، أنا بشكر جدا الأستاذ مدني عباس أنه هو يختار رجل من أكبر الكفاءات في المنطقة، ويمكن ما أقول لك أنا في السودان، في المنطقة الإقليمية كلها، اللي هو دكتور محمد عبد الوهاب العتيبي. على اساس انه هو يبقى مستشار للتعاونيات في الوزاره. الراجل ماسك مركز اكسفورد للدراسات في بريطانيا، راجل ممتاز جدا عنده اسهاماته. اذا الناس بتطلع على الفعاليات بتاعت المؤتمر الدولي للتعاون، هو كل سنه مشارك يعني، هو حافظ على وجودنا نحن كسودانيين. نحن من سنه 96 ما شاركنا في المجتمعات الدوليه بتاعت التعاون او الاجتماعات الدوليه بتاعت التعاون. دكتور العتيبي موجود في كل التجمعات دي استشاري، زول بتاع تدريب، زول بيفهم كويس جدا في القوانين والتشريعات، فدي خطوه كويسه جدا. بالتعاون مع مختلف الفئات، اتصل علي برضو، انا ابديت استعدادي لانه انا اشتغل معهم على الشغل بتاع التدريب والبحوث، لانه لازم نشتغل على المساق ده. لكن تبقى الاشكاليه الاساسيه، المجتمع الان بينظر للفائده الحاليه، انا عايز استفيد شنو وانت حتعمل لي شنو. ما يكفي ان انا يكون عندي تشريعات ويكون عندي بيت جميل لا انا مفترض اني افرش البيت ده عشان يكون جاهز لانه يستقبل الناس. فمن الشكل من الخارج مثل التشريعات،
فكان المقترح بتعيب انه احنا نبدا بالمودلز بتاع الاربع ولايات طرفيه وبالاضافه لولايه الخرطوم. اذا تكون في تجربه الان موجوده على سنة تكون في تجربه موجوده تكون في تجربه موجوده لانه حتى الاتحاد الدولي اذا انت دار ترجع له ثاني بيطلب منك ويقول لك يا اخي اوكي طيب انت غيرت التشريعات انت غيرت القوانين عملت شو عملت ثاني شنو فانت بيكون عندك التشريعات والقوانين بالاضافه لان عندك مودلز بتجيب ناس تزوره والناس دي بالمناسبه بيقدموا دعم فني هايل جدا ودعم مالي هايل جدا وبيعملوا اهم حاجه اللي هي التوأم بين الجمعيات التعاونيه في العالم يعني ممكن تلقى جمعيه تعاونيه رعويه للانتاج الالبان في هولندا تيجي تعمل توأمه مع جمعيه تعاونيه قاعده في مراكز الانتاج في جنوب كردفان ولا في والنوع ده من الدعومات طبعا ما بيندرج تحت يعني دائره الهبات طبعا في ناس كثير بيقول لك الدعومات الخارجيه دي كلها هبات لا انت بتساهم مع المجتمع الدولي ده يعني بتقدم له منتجات وتقدم له صادرات يعني هو ايضا حيستفيد منها لما يدعم منها. هذه الافكار لكن هو اساسا المركز ده بيعتمد على تقديم الافكار وخلق نعم. علاقات بين الجمعيات التعاونيه في العالم نعم بعدك انت تمشي وتطور سريعا في نماذج موجوده لكن قد ما تكون يعني تحت مسمى الجمعيات التعاونيه يعني في جزء من المناطق في الولايه الشماليه وفي نهر النيل اهل المنطقه بيكون عندهم مشروع زراعي يعني بينتخبوا اداره لهذا المشروع بيستفيدوا منه ريع هذا المشروع بيدخل خدمات للمنطقه هل ده ممكن يكون جزء من النماذج او ده ممكن يكون نموذج اول بعد ذاك نشتغل عليه يعني احنا ممكن نبدا بالنماذج الصغيره دي انا بقول لهم في كل ورشه بما انك انت جاتك الفكره بما انك انت وصلت لك الحاجه دي خلاص انت تبدا طوالي تكون جمعيتك التعاونيه تبدا بشنو دي ما الاشكاليه المهم انه يكون عندك فهم للجمعيات التعاونيه ومبادئها ويكون عندك دراسه جدوى بتحدد انت دار تشتغل في شنو بعد ما انت دار تشتغل في شنو العائد اللي حيجيك وخطتك التطويريه في المستقبل حتكون شنو لكن المجتمعات المتشابهه دي ممكن بعد ما نحن نخطو الخطوه بتاعت النماذج الكبيره يجي يحصل لها دمج تدمج رؤوس اموالها تدمج الجمعيات العموميه عشان الافكار تكون مجالس الاداريه عشان شنو تبقى ضخمه اكبر لانه بجد يعني اذا ما كان عندك رؤوس اموال ضخمه انت في السوق يعني بالفهم بتاع السوق البسيط انت بتتبلع يعني انت سعيد بك جدا الخبير الاقتصادي الاستاذ مجاهد علي الحسن وشكرا جميلا لحضورك بيننا اليوم في صباح الشروق ولما قدمته لنا من افادات واضاءات ومعلومات شكرا لحضورك ايضا للسودان يعني انت واحد من الكفاءات خارج البلد طبعا في ناس بتخيلوا الناس اللي بيجونا من برا ديل دائما قد يكون عندهم اغراض يعني انت رجل نحن بنعرف ان انت شغال في مؤسسات كبيره خارج السودان قد تكون جيتك للسودان دي بتكلفك شويه يعني جزء من عملك انت عطلت هناك عشان تجي تقدم هذه الفكره للناس وحترجع ثاني شكرا لك كثر خيرك شكرا جزيلا لك شكرا لهذا الاحساس بالانتباه للوطن تحيه لكل الكفاءات السودانيه الموجوده خارج السودان واللي املها ان دائما تقدم لهذا الوطن كل ما هو جميل وجديد يسهم في تطوير السودان نذهب الان مباشره